السلام عليكم. خلف حادث مرور وقع صبيحة اليوم الثلاثاء وفاة 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة بولاية أدرار. وأوضحت إذاعة أدرار عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن الحادث تمثل في انقلاب حافلة للنقل الحضري بالطريق الوطني رقم 6 مقطع السابيت على بعد حوالي 45 كيلومتر على مقر ولاية أدرار. وحسب ذات المصدر تشير الحصيلة الأولية إلى وفاة 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين. وعاين والي ولاية أدرار العربي بهلول رفقة السلطات المحلية والأمنية حالة الجرحى بالمستشفى رحمهم الله وأسكنهم فسح جنته وألهم ذويهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.